اسحب لي انا كيعجبني ساعه زدق حتى هما ودي خدام كان الحاس شنايف ديالها. واش انت ضربتي معلقه؟ ها عاهده اللي حقا فكرني اش كتب لي في الميساج انا هي القاريه انا كلافي مشى مخربه كيما يوقع لي هنا. لا بفديك سم بالله الا سحبي انت اللي كتبتها لي. سمعوا المشاهدين وصلت للسوق وصلني ميساج في الواتساب دو وصل كتب لي جيب لي. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى ان الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الملوي بريستيج، الملوي باللوز ان شاء الله يا ربي، يعني هذا كيتقدم في الاعياد. عندكم شي عراضه هماويه للحباب الناس اللي عزازين عليكم وبغيتوا تهلاو فيهم؟ هو كيدخل فيه شويه ديال الاقامه ولكن شي حاجه هي كتكون في المستوى ان شاء الله يا ربي. غنوريكم الطريقه من الاول حتى الاخر ونخليكم دابا مع فاطمه وانا عاود كنخوي المقادير. السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. دابا باش نقلبوا هذا المراشيني على العدل ونخليكم معنا من الاول حتى الاخر. انتوا شنو على العدل لنا؟ المهم الحبايب ديالي ميريندا ونقلبوا شنو باقي. المهم الحبايب ديالي عندي هنايا الثمن قول نص كيلو ديال الفورس ونص كيلو ديال الفينو. هو اللي بغى الفينو يعدل الفينو بوحديتو، اللي بغى السكر يعدل السكر، ما بغاش يعدل العسل، انا نعدلهم بالعسل. عندي هنا الملحه ما نعدلش يعني بزاف غير شي شويه، والخميره ديال الخبز، ونعدل واحد الفاني. وعندي هنا الماء دافي، ماشي الماء سخون ماشي الماء بارد. شو اللي عنده العجانه وبغى يعجن بالعجانه؟ لا وخص يكون خفيفه فاطمه، داش فين 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 اللي خص يكون خفيف. اللي عنده العجانه يعدل العجانه، اللي عنده اللي بغى بيدو يعدل بيدو. وحسي عي هو يعني خصو الفرك هكا فاطمه كما كتشوفوا، غير هو خصو الفرك حيت مي كتكون الفينو خصو باش يرجع بحال علك. صافي دابا كنبقى نخلط وغنفركو وتبارك الله. عجين الملوي خاص عجينه غير شي شويه ديال ملي فاطمه شتو كيبقى خفيف، ما خصوش يكون قاصح. هو هذا تمام، نمشي شويه ديال الزيت انتما يدي باقين بالعجينه، ما تديوش على يدي حتى نخلصوا مره واحده. صراحه هو كيجيب الفينو بحديثو كيجي واعر الحق. انا ماشي عندي طحين سمادي، ماشي طحين الرطب، ها الطحين يعني مزيان. صافي دابا غنخليوه حتى ينطرح شي شويه، نشوفو بدا يخمر حيت هو فيه الخميره، ينطرح شويه ساعتين غنبقاو نكورو. ملي نكوروه ما كيبقاش بزاف، ساعتين كيبقاو نطرحو حيت ما يخمروناش، خصنا يخمروا لنا في الفران. هذا عندي اللوز هنا اللي بغى يعني مي كنفسخوه كنخليوه حتى لغدا عاد كنطحنو، يعني كيرجع كابس. واللي ما بغاش يعني في البلاصه عايز يستعملو كما عملت انا، من فسختو عملتو في الفران، سخنت الفران طفيتلو وخليتو باش نعدل الطحين ديال اللوز. احمد علي الحبيب ديالي مي كنطحنوه كنغربلوه، يعني خصو ضروري يتغربل حتىش ما يبقاناش شي حبك حتى ماخرا. يعني هذاك ما كنقولوا اللي بغى يزيد يطحنوا مزيان يزيد يطحن مزيان، ولكن ردوا بالكم عندكم تطلقوا الزيت اللي كاينه في اللوز. هذا اللي كان عندي محمر هو هذا هرمشتو، وهذا اخر هو الصراحه شوفوا خصو يكون محمر كامل هيدا كما هذا باش كنعدل من داخل ومن فوق، ولكن انا هذا اللي غنعدلو من فوق وهذا من داخل. لا صحيح خير مزيان الحمد لله، كيف ناظرة والعيال بالنوتات الحمد لله. اجي من ميريندا. شكون اللي صور؟ مريم ولا مريم؟ مريم وسعه هبط عندنا. احمد توحش المشاهدين، يقول لهم كيف انتم؟ وهي يقول لهم دابا عاد رجعت للدار ديالي. امشينا عليك لالا. امشي لك الدكري تمام. اه والله الا انا عرفتكم كي ضربتوا تما والفرارج بلديين.
لاباس الحمد لله رضاك الله يعطيك برضا نظيره لاباس وليداته الحمد لله خلى رضاك سلام ما كاين لها الاطفاتين هذوما بقاش يخرج طوموبيل هنا تهنا بالمازوط عرفتي البارح الجوج ناضي لك خصها شي حاجه شي تنوق لها عند البشلاضه ولا ما نعاود لها الزيت باقي شي حاجه وفي الحانوت في الجوج قلت له انت بلا طوموبيل بلا ما بقاي الديماري لا حتى شي حاجه الكبيده ديالي من حبيبي ديالي هذا بالسواني راسي ربي يخليه لي ربي ويكبر ربي يحفظي بسم الله دابا انا نبقى نقطعو صغير اللي ماشي صغارين بزاف ما يكونوش عاوتاني كبار قوي ما كان عمل تاعكم الفينو وعملته خفيف من البدايه كيجيكم واعر زهيره عرفتي شنو عاد عدل ادخل داخل على فتح الثلاجه الطبقه الفوقانيه مره اللي ند الباب تما حاضر الزبده مربعه القيها لي الدوب يدو شويه تما دابا العشيه المهم الحبايب ديالي كما كتشوفوا دابا غنجيب حليب نيدو صافي واحد الفاني وفي هذه المرحله اللي بغى يعدل الخميره يعدل انا ما بغاش بلاش ما يعدل لكن انا ما كنفضل ما نعدلش حيتاش معدله اصلا الخميره فيهم دابا غنخلطوا مش كتعمل هذيك كومه الرغيفات برستيج طبق طاب لهنا وهذه الزبده هنا ديال التوريق يعني مذوبه ما خصهاش لكم مذوبه بزاف كون باقي في هذه الطروفه قبل ما طلق لنا الماء ديالها هانتوما دابا نخليوها تبرد شويه باش غنبقاو نطلقوا الرغيفات ديالنا ولا الملوي ديالنا ولا المهم كوحه شنو كيسميهم كندهنوا بالزبده والزيت وليك ساعتي كنقبطوا ليك البودره بحال شكل السميده ما شنو مع شنو خلطت دابا انت غير اللوز اللوز مطحون وليك ساعتي كنجيبوا عاوتاني شويه من هذا اي شي شويه تجي واه المانيتو ها انت هذاك اللوز وكنقلبوا نمشي بالزبده عاوتاني كنقلو شي شويه الزبده راني نشرب هانتو الا لاحظتو يعني ما كنعملش الزبده هايدا ونروش عي كنفز الزيت دي غير هايدا ونضرب ساعه كنبقاو نلويو التلويه عاديه ديال الملوي هانتو هادي الاخرانيه كنجيبوها كنجبدو مزيان وكنحشوها هنايا وكنلويو صافي كنحطو خليوها هي خمر عندو ماشي هذه هي تنهدو هذه صراحه خصنا الزليجه شي وحده في وحده في الله ها انتما دابا حنا ماشيين ضربنا النص في الصينيه قلنا شي بزاف هادو دغيا كينطرحو خصنا عين طرحوه طوم في الصينيه عدلوهم في الفران غنساليو انا غنبقى ندوق ونشعلو الفران صافي كنطيبوهم صراحه ما كيديوش الوقت بزاف غير حنا مع تشوف الشمس غابت حيتاش حنا اصلا بدينا معطلين يعني كان الشمس بدات تغيب صافي دابا نعدلو الكاغيط نحطو الماء الكبير عاوتاني حتى هي ما صراحة عندي مغسول يعني غسل الشمس كامل كلشي مغسول لكن خص ضروري الكاغيط ديال الطياب غنعدلو من هنا في الصينية بسم الله نعدل غير جوج تيجه بغا ندهن يدي ندوق شويه في لا هما كيتنفخو غاطين هانتوما كيفاش كيجي فيهم ديك اللوز هذا الملوي مخمر كتشوفوا اخوتي هذه الصينيه اللوليه الصينيه اللوليه شادي البولاشه
تما شوفوا كيفاش بقى تبارك الله كيفاش تنفخوا ما شاء الله. عندي جو واعر جو كيحمق. ها انتما دابا الحبايب ديالي وصلتوا عندنا كنقبطوا العسل التي خصني نحطها فيه كندهنوهم كاملين شويه بزاف. لا خصنا ندهنوهم بالعسل باش كيشبروا اللوز واللي كل اللوز والعسل كيرجع بحال الشكل ديال النوكا. خد عمل جوج بلا لوز والله الا دابا غنقبطوا هذا اللوز قربها مروه وغنحطو الا كان هذا محمر من الاحسن يتحمر في الفرن عاود يتحمر. كما كنقولو في الفرن عاود كيتحمر عاوتاني. صافي دابا غندخلوهم للفرن يتحمر. عي خليها فاطمة الفرن مجهد هي بقات حداد دابا غندخلوهم كما كتشوفو عاوتاني هادو تبارك الله شوف كيفاش كتنفخو شوف ما شاء الله. حاجه ملي كتكون ديالها تحمر واعي تحمر واعي. المهم اللوز قليوه نعدلوه انا ما كنتش قليته كامل. السلام عليكم. السلامة مشاهدين كي دايرين بخير صحه لاباس هانيين نحبكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تبارك الله عليكم يبان لي هادشي هذا انت شنو هذا الكاوكاو ولا اللوز لوز 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 بارك الله بسم الله واخا ناكل كل رجع لينا الخبر لا باقا لا كنقول غندير كل عطينا الراي دي اول واحد بيضه بارك الله هادشي زين ياك شنو فيه من داخل اللوز كل دابا مشكلة عرفتك تريني باش باغا نتهلا فيك باش العضلات يزيدو يطلعو جبت لك السطرة كاملة جبت لي سليلة صافي العين مسكين مابقاش ياكل تهلا فيها جبت لي جوج ديال الأنواع المذاق اللي يعجبو صافي واحد نكهة القمح واحد الفواكه صافي مزيان ها بنتي جابت التفصيل شنو جبتي عاونتي هي عندها الريد بول جبان بوسات اجي حقا فكرني شكون كتب لي في الميساج انا هي القاريه هذاك الكلافي كلافي مشى مخرب باقي ما يوقع لي هنا لا بغيتي تقول بالله الا صحابي انت اللي كتبتها لي سمعوا المشاهدين وصلت للسوق وصلني الميساج في الواتساب دو وصل كتب لي جيب لي واحد الانرجي دابا هذيك بعين ديالها هي واقع لها قطر المناظره وهي قال شي نبي ابقى عرفتي كلافي تخسر لي ما كتبتش ولكن هذيك ماشي مزيانه لي لك عاد دابا نسحب لي ماما شاهدت باش جبتها له وصاير الحق شكرا لا لا ماشي شكرا نشربوها انا وياه اربعة نشربوها ولا بقى لك ريال انا مريم بزاف دين اصاي راه ديتها وصلت معايا مسكينة عاوتاني قبل ملي كنت ماشي للسوق حتى للدار مسكينة يا وليدة حتى للدار انا كنت بنقول لك جيب لي عيد انا قلت عن جبار اختي مشات لا وقلت لها حتى دي الحق ديالها وانا هذوك كنت عندهم اكثر من سيمانه قلت حتى تجي هي عاود نعطيها ما يمكنش هي قريبه عليا عاود بنعد الحاجه وهذا بقى اللهم دابا حنا ما نقولوش شي حاجه بحال هادشي هذا ضروري نص بالنص يا فاطين نطيبو انا وياك وانت تدي وانا ندي يا الظاهره غادا ملي نرجع نسكيك نعاود نعطيو الحق ديالها عاوتاني راه انتم من داخل كيجاو ها من داخل جو مزيونين والله صراحه والله الا فاتين واعرين كيجيو واعرين شنو هذيك التليفون فاصل جي شنو اللي فاصل جي وا نشوفو عال هذه يلا دابا باقي لنا شي بزاف دابا منهم هنا يبردو شوف 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 تبارك الله شوف صراحة مقرمشين واعرين كيجيو سيدي لالا مروة هذا ما نبقاو نمشي لا ضربة فاطمة اختي ضرب شوفوا عباد الله انا اخذ معاه بالرشوق تنضربوه تنطلع الطرش تنعطيوه الطرش عاد نخدم حتى هذه عاوتاني وقفة ضرب انت بالطرش نشوف عندي واحد جوج جدادين لا عاد ضرب الطرش نشوف واش بتخدم في عاد نزلوهم في هاد الطبلة الكبيرة هاد الطبلة الكبيرة باش عملا عافيك السخانة وخليها تعطيني تمك شربتها بوش
الصراحه. واعره الله يدا واعره. مزيانه ملي عملتو النص بالكاوكاو النص بلاش. اللي بغى شي حاجه شي كاوكاو اللوز الراجل. اه اللوز. ابا ماما. كلا بنتي هادوك ما تبغي يا بنتي تاكلو. هذا من هذو بوحدهم وهذو بوحدهم ولا كيفاش؟ ها؟ اه عملنا مني هنا ومن هنا. اه تخلط الله من هنا ومن هنا. عقبنا في الصينيه نديهم في الصينيه. اييه شو معاوضين تما احسن. ونخليو عاوتاني الغدا لزهيره من تجي. صافي ان شاء الله غدا بيكون واحد البلوك يكون ان شاء الله واعر. غدا غيكون البلوك ولا البلوك قولي بحال بحال عقل وصافي طلقة السريح بحال بلوك بحال بلوك ميني بلوك مرحبا بخواتاتي كتدخلوا عليا ويصل عندنا ميني بلوك بانستغرام. يا والله يا خوتي ما كنعرف ما ينجيلو مش ما كنعرفش نعرف ولكن كيجيني سبحان الله مشكل. سهل اسهل حاجة هو ميني بلوك حاجة دقائق ثلاثة اسهل ما يكون. تلعبوا الراكيط الله هذا فاطمه سالجيتي البغداد ما جبتيها خلصتيها اجبد هاتي لا خذ انا خذ ثانيه لا فاطمه دمشي يا وبنه كم وين انت اختي محمد معك آه الغزال البغلاجات آه. أنت شرب لك فاطمة. يلا شرب باش تمشي. أكيد صعيبة كيف كيف. ياه. برد. نولف معاكم. فرفرة. 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 والله أنا كان فرفرة اليوم. أنا كان فرفرة. إيه ندى ما كتعرفوش ما قدرش يخليها تقرب عليها بزاف ديال الحاجات. بس شوي. الراجل كتضربو كما كان. الراجل كما كتضربو. بين واقيلا في الايام ديال ميكا شابه ميكا باقا صغيره وبوكوصه كانوا محقران عليها الدراري ذاك الشيء ذاك الشيء علاش ما كبرات بقى عندها ديك العداوه مع مع الرجال ما بقاش كنحملوا كوزت ماطي صعيب مسكينه ايوا الدنيا هي هذه الدنيا ديال الحب انا عمرك تحكم على شي بهيمه تشوفها مع الصفا تحكم عليها خصك تعرف الماضي ديالها مع الصفا ما نحكمش عليها تعدوا عليها مسكينه اولا ديك الرجال تعدوا عليها مسكينه كي كي شنو كيقولوا شي يصرملوها مي كيضربوها من دق من هيدا يدقموها يا هذيك ويمكن يمكن داكشي باش حق باش حقدات هي على البشر ها الحجر ها الحجر صغيرة تها الله فيها اختي باش باش تسترجع ديك الثقه ديالها في البشر تها الله فيها تنشرب مزيان عطيها هذاك المزيان تها الله فيها ماشي الزيتون وما ها هي ماشي الزيتون تاهي عواش تها الله فيك دوز لك الزيتون مزيان الزيتون قرب دابا الله يرحمنا الزيتون راهم يمكن لك السينيه مزيان بزاف حتى الغدا ان شاء الله يرحمك السينيه اه هذه جيبي التليفون الحبيبه هاك اختي هاك حنا نسينا ما قلناش نجيبو القالب السكر بسم الله تبقى بالقالب السكر باقي واحد الحاجه ان شاء الله هاتوا هذاك الفلوك ديالنا بوحديتو عاوتاني الله يديمنا بقينا المراحل اه صافي واخا شي حاجه بيناتهم هادو يلاه الصباح وندبر الى هذا المهم يا بنتي عارفه شي حاجه و حتى عقل اللي صاف يلا خايب السلام سلام اختي صباح بخير سلام اختي يلا سلام سلام ارمتي شكون شعل الضوء ديال لاصال؟ يلا بالسلامة عليكم. شايف انت صديق بالضوء؟ سلام اختي صبحوا بخير. وركب. بس حل المركب شي. ياه. حسين عديوها مسكينة خفيفة هذيك تمشي تاهي مرتاحة. لا نمشي عاملين الدرد معاها ماينة. شد شد ديك الباب اللي نعطيك شي حجرة للراس ونجيبك دودة في الأرض شد ديك الباب. لا جابتني دودة قال لي بشكون صغرك بديوان. نجي لك دردة. ديش معاها.
لا بس الراجل بخير. يلا يا محمد علي قول لك تسلم عمتي. محمد علي كيقول لعمته بالسلامة. تبارك الله على بناتي، شوفوا الحدقات، شوفوا بارك الله، شوفوا شحال لها زين المواعن، شوف 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 شحال المروح قداش، ولا لا مريم عاوتاني هز الطواجين والمقالي والكيسان وكل شيء. الله يرضى عليكم، انا راضي عليكم تبارك الله عليكم. المرضيات أنا عندي المرضيات كتطلعنا على المعنويات ضروري. شنو باقي لكم دابا تما؟ دابا تيتشد القشوع عاوتاني اللي مسخين، شوفوا واحد الموطه باش نغسلوه. ما نجيش دابا خليو، دابا ما تجمعوا ما تغسلوا، دابا الضوء ضعيف مقتل ما عاجوش الماء بلاتي من هنا واحد جوج الساعه حتى جا الضوء، عاجو ريحوا صافي خليو. لا نمشي نعدو الرياض، نمشيو نعملو الرياض دابا. اي نمشيو لاصال نترينيو شويه. اي شوفوا محمد علي خدم كيرضع كيضع بالجوع، شوفوا مسكين. سيريلا كتوحشت سيريلا، كنت سالا له سيريلاك قبيلتي من السوق جبت له جوج، عرفتي علاش ديك جبت له ديك الجوج؟ باش بالعاني باش ناكل انا معاه باش ما يتسالوا له شي دغيا. ما قلب اخرى خدمه معلقه. شكون؟ ويلي اش كتخرب؟ هذا ما خبعوه. وانا وانا اسحب لي اسحب لي انا كيعجبني ساعه زدقوا حتى هما. ودي خدام كان الحس شنايف ديالها. واش انت ضربتي معلقه؟ عاهدر عاهدر الله يسامع عاهدر باقي خصك تبني بصح الحمام ديالي. انا اسحب لي انا عزيز عليا انت حنا باقيين صغار. زيد الخي زيدو الحلوه خفيف مسكين. وصل كتخلط له سيريلاك مع الحليب عزيز عليه بزاف. دابا الحليب بوحديتو ما كيبغيش يشربو، كنزيد ليه في هذا السيريلاك كيجي خاطر وبحال كيحلي له الحليب، وانا الحليب ما كنبغيش نعمل له فيه السكر هذا باش يجي حلو، يعني كنخليه عادي. فما سيريلاك عاد 90 جوج. لا زاد حيت ما فيهش الحليب، عملت له فيه الحليب وعمل عملنا الحليب.